لماذا أطلق على الاكتئاب أنه مرض؟ أي مرض نفسي بيسبب أعراض عضوية. يعني حضرتك أحيانا يقول لك إيه، أنا حاسس بانتفاخ، حاسس إن معدتي عايزة ترجع الأكل، عفوا في هذا اللفظ، مش قادر أكل تاني، حاسس بحرقان، حاسس بألم في الجزء ده. ممكن يكون ده كله إحساس وهمي. لا، هو بيبقى سببه إيه؟ القولون العصبي. تمام. توتر الإنسان بيؤثر على القولون العصبي، بيعمل اضطرابات في المعدة أثناء الطعام أو ما بعد الطعام بساعة، بيحصل إيه؟ عدم هضم الأكل، فبنلجأ لطبيب بطنة. حضرتك تقصد أن العرض النفسي قد يتحول إلى مرض عضوي. تمام. فبالتالي الاكتئاب مرض نفسي. جميل. ومين اللي بيضع نفسه فيه؟ الإنسان هو اللي بيضع الهالات السوداء أمامه، وبيفقد شهيته للحياة، وبيفقد ثقته في الناس. يعني مثلا ليه صديق عمره، ليه أخوه، ليه والدته، ليه والده، ليه ولاده، بيفقد الإحساس بكل حاجة. بس ده تدريجي مش مرة واحدة. ليه؟ إهمالنا للشخص، دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ ده أحد الأسباب. ليه؟ لأن أنا مفروض في أول جولاتي إهمال أحد بالشكل ده، أنا أبدأ أتقدم لي بالعون أن أخده لحد معالج نفسي، أخده لطبيب نفسي، نبدأ أن يضع عليه برنامج للعلاج في عدد من الجلسات عشان نبدأ نحل المشكلة.